وين راهو معمر؟ شفت كي تفوت على هذيك البريودة اللي تكون فيها مديقوتي كاره، حاب تخلي كلش في يدك وتروح تبعد برك البلاصة بعيدة تريح فيها. أنا ما كنتش حاب برك، أنا حبيت نطبق هذا الشي. عليها رحت البلاصة بعيدة بزاف، شابة وقعدت بلا كونيكسيون وبلا ريزو سمهنا كاملة. هذا البلاصة كانت الصحراء تاعتها مراست، اللي كي جيت نفارقها قريب طاحت لي الدمعة من عيني مكثرت اللي عجبتني بزاف. راح نشارك معكم المغامرة اللي عشتها في الفيديو الجايين. ما تنساوش تكملوا الفيديو حتى التالي وديروا جام ثاني. هيا دير جام دير جام ياك باطل. دوكا رانا رايحين نشوفوا كلشي تصولي، تصورنا بزاف ضيعنا بزاف وقت. Good morning you guys. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفلوج جديد في قناتي على اليوتيوب معمر ملاح. كيما راكم تشوفوا راني انا خويا عبد العظيم كيما العاده، كيما دائما كيما في كل فلوج. يعني اليوم رانا رايحين في افونتيو جديده، في مغامره جديده. رانا دوكا في مطار هواري بومدين، رانا رايحين البلاصه بعيده بزاف وبلاصه جبه بزاف، يعني كله ما بلانيش حد بعيد على المروك. هيا رايحين نكتشفوا الصحراء تاع الجزائر، بصح الصحراء اللي بعيده، يعني رايح الولايه تاع مطاصت. يعني راح نوريها لكم في هذا الفيديو، تشوفوها كاع كيفاش دايره، تشوفوا كيفاش راح نجوز الوقت فما وكيفاش راح نجوز نهاراتي. تما ما تنساوش تكملوا الفيديو حتى التالي وديروا جيم تحت الا بغيتوا، زعما ديروا لنا جيم دعمونا وهذا مكان. اي فوالا يا جماعه الخير، رانا وصلنا لمطار تمرصت، رانا في تمرصت دوكا. بكون نروحوا للقيد اللي يستنى فينا هنايا في المطار ونروحوا معاه، مش عارف وين راح يدينا. تما دوك شويه نتلاقاو. اي فوالا، رانا دوكا في بلاصه واسمها قلتها افيلال، يعني رانا دوكا في بلاصه كشغل جايه قلتها فيها الماء والماء يمشي لهنايا. ودوك نوري لكم تاع السينيماتيك كيفاش دايره لهنا، بلاصه مليح. فطرنا هنايا الفوقه، مع داروا لنا فطور لاجونس دو فواياج، داروا لنا فطور فطور شباب صافي كلينا شبعنا. ودوكا جينا نمشيو لهنايا دوك نفيزيتو هذه البلاصه، فيزيتو شويه وبعد كي نروحوا بلاصه واحده اخرى شابه بزاف اللي تشوفوا فيها كلشي تصولي. اي فوالا الخوا، رانا وصلنا لبلاصه يسموها اسكرام. هذه بلاصه بعيده على تمرصت ب 88 كيلومتر. دوكا رانا في الكومب وين نحطوا لي طونت كيما راكم تشوفوهم هنا، تاع لي طونت تاعي طونت تاع الاخرين، ها كاين طونت الغاد. دوكا رانا رايحين نشوفوا كلشي تصولي فوقا في القمه تاع اسكرام، يعني نورمالمون كلشي تصولي شباب. تما رانا رايحين دوكا، رانا رايحين في الكات كات كيما العاده، كلش بالكات كات كلش بالكات كات صاحبي. تصورنا بزاف ضيعنا بزاف وقت، تما كابوب لي روحنا لكلشي تصولي وانا هبط للصحراء غير على جال كلشي تصولي. المهم ماشي غير على جالو، المهم نكون فاهمين. هيا راني نخصب باش نلحق. مور ما مشينا حوالي 20 دقيقة باش نوصلوا لقمة اسكرام، وين راح نشوفوا منظر غروب الشمس. اخيرا شفنا هذاك المنظر اللي كان بالمعنى الحرفي واحد من اجمل المناظر اللي شفتهم في حياتي. اي فوالا الخوا، كيما شفتوا رانا شفنا كلشي تصولي في اسكرام. عبد العظيم احكي لهم على لافي. خشينا بزاف خوتي،
دوك البرد بدا يقطع، راكم عارفين البرد تاع الصحراء جاي برد سيك يعني ناشف، تما كيما تدخل في في الجلد تاعك كيما تدخل تيه العظم. المهم هذا ما كان، دوك رانا هابطين نروحو نعاودو نولو وين رانا مصطالين لي طونت وكاع، نتعشاو نريحو بالك، نصور لكم شويه حشا شويه مصواري شويه صواري هكا. ايوا سمعت نتلاقا دوك شويه ان شاء الله. صباح الخير عليكم في نهار الدوزيام تاعنا في تمر رست، رانا دوكا نضنا بون ماشي دوكا نضنا الساع، صلينا وخملنا لا طونت كيما تشوفو راه خلاص ولي طونت مكاش. عبد العظيم هو الغاد راح يستقهوى، ديرو لنا قهوة لهنا ولي كويا راهم في الباطا كويا راهو الماء سخون والقهوة تما، دوك نستقهوى ونروحو لتمر رست باش نشرو الشاش ومن بعد نروحو لديستيناسيون جديدة تاعنا ان شاء الله. مور ما قطعنا حوالي نصف المسافة باش نوصلوا للوجهة تاعنا، حبسنا في هذا المكان الجميل باش نفطروا اللي يسموه حديقة إزرزي. ايه فوالا يا جماعة الخير، رانا وصلنا البلاصة اللي نباتو فيها اليوم الليلة الثانية تاعنا في السيجور هذا، يعني في الرحلة هذه اللي رانا فيها. ما صورت لكمش بزاف اليوم باش ما رحناش لديسي تكوبا، شغل فوتنا معظم النهار كاع طريق، فطرنا في بلاصة شابة تكونوا شفتوها في الفيديو اللي قبل هذه، ودوكا رانا رايحين نباتو لهنا في هذه البلاصة. هنا كيفاش دايرة من لي كات كات اللي بينا، وراهم رايحين يديروا لنا الغد مشوي باش يتبان النار. فوالا هنايا راهم يوجدوا لنا الغد، راهم النار راهم كاين هنايا راهم يوجدوا لنا. مريقله بالحاج المكان اللي رانا فيه وراح نباتوا فيه اليوم يسموه واد غرغر. هنايا نوصلوا نهاية الفلوق تاع اليوم اللي ما هو إلا مقدمة للفلوقات الجايين اللي راح يعجبوكم أكثر من هذا بزاف، لأن المناظر اللي فيه خلابة وما تتخيلش باللي كاينين في الجزائر. ما تنساش دير جيم للفيديو وتشترك في القناة إلا ما كنت مشترك، وتفعل الجرس باش يوصلوك الفيديوهات الجايين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.